حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم بالعربي. لا شك أن التاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأمم. نحو 4 قرون من تاريخ الكويت والتغيرات والتحديات، وهذه الأيام تمر الذكرى 58 لاستقلال البلاد والذكرى 28 للتحرير. نحن بالعربي نطل عبرنا في ذات التاريخ على تلك الأحداث الاستثنائية التي مر بها المجتمع الكويتي قيادة وشعبا، لنستلهم من دروس الماضي قراءة لتطورات الحاضر ورؤية لاستشراف المستقبل، للاستمرار في نهج بناء المؤسسات، مؤسسات الدولة الحديثة. نذهب لهذه الإطلالة التحليلية مع رجل خبر الحياة السياسية ومارسها وطرق الأبواب العلمية وتعمق فيها. ضيفنا الوزير الأسبق وعضو مجلس الأمة السابق الأستاذ الدكتور عبد المحسن المدعج، أستاذ التاريخ في جامعة الكويت. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. سعداء بوجودك بالعربي. أي نعم، حياك الله. يطول عمرك. يعني نبتدي حوار، وخصوصا أن احنا في أيام طيبة على الكويت وهي ذكرى الاستقلال وذكرى التحرير، وبهذه المناسبة نبارك يعني لك شخصيا ولكل الشعب الكويتي هذه الأيام الطيبة. إن شاء الله ربنا يعيدها علينا بالأمن والأمان لهذه الدولة الحبيبة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهد الأمين. فبعد هذا التقرير راح نخوض إن شاء الله في حوارنا بالعربي بإذن الله. ثنائية الفرح في الكويت بين الاستقلال والتحرير تتمثل في الذاكرة الجماعية للوحة تاريخية تشكلت منذ أكثر من 400 عام لتتمازج فيها مشاعر الفخر بالهوية الكويتية التي أعلنت عن نفسها يوم الاستقلال قبل 58 سنة، ومشاعر الاعتزاز بتضحيات الشهداء على درب الحرية المخضبة بالدم في معركة تحرير الوطن قبل 28 سنة. الماضي القريب حين يلاحق الجيل الحالي فإنه يصر على الحضور في الوجدان الجماعي بقوة لاستثارة المشاعر الوطنية من أجل تعزيز اللحمة وإعلاء قيمة التضحية. بالعربي يستحضر التاريخ بهالته العظيمة للعبرة مما فات وتمكين الأجيال من مواجهة ما هو آت. حوار الاستقلال والتحرير تتشكل محاوره برنامجا تلفزيونيا نافذته مفتوحة، وصفحات من الذكريات التي تنساب كشلال عند كل سفح. كل سؤال نطرحه على الوزير والعضو السابق في مجلس الأمة الأستاذ الدكتور عبد المحسن المدعج، أستاذ التاريخ بجامعة الكويت، والتي تتقاطع مع السؤال الأكبر: هل يصنع التاريخ المستقبل؟ حياك الله دكتور. حياك الله، الله يسلمك. البعض لما يتكلم عن التاريخ يربطه بالماضي، بينما التاريخ يعني كما يقول بعض المختصين بأنه هو الحياة، وبالتالي لما نتكلم عن الحياة فإننا نتكلم عن ماضي، حاضر، مستقبل. لما نراه بعد 50 سنة من الآن هو التاريخ، هو حياة الناس. الكويت عاشت ومرت بمراحل مختلفة منذ 400 عام حتى اليوم، وبالتالي في سياق تاريخي للأحداث وفيه تاريخ. هذيل المفهومين يمرون على العادي أو الإنسان العادي مرور الكرام، لكن بين التاريخ وبين السياق التاريخي للأحداث هناك فرق كبير يبخصه ويعرفه المتخصص مثلك. لو أسقطنا هذا المفهوم على تاريخ دولة الكويت ماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بتركي أنا أرحب بمشاركتي. الله يحفظك. الليلة سعداء بوجودك. لشخصكم الكريم وإخوانكم في هذا البرنامج، ونفس الوقت هو واجب وطني أيضا أن نساهم في هذه المناسبة السعيدة. التاريخ هو ماضي الشعوب دائما، اللي ما له أول ما له تالي، هذا مثل شعبي. صحيح. وبالتالي هي التاريخ مستمر، وعجلة التاريخ لن تقف إطلاقا. صحيح. فالماضي والحالي والمستقبل كلها أجيال تكمل بعضها بعض.
وبالتالي تنهض الأمم على هالأساس. يعتمد على أي مدى هذه الأمة التي بدأت من 4 قرون وأسست مكونهم الصغير صغير على جال البحر، إلى أي مدى هم يستوعبون ويقرون التاريخ السابق تماما يعني من أجل حاضرهم ويخططون لأبنائهم في المستقبل. صحيح. هذه الأمم الحية. وأنا أعتقد أن الكويت تحديدا، وليس تعصبا للكويت على احتفالك، لا، أنا أعتقد أن الكويت مثلت هذا الأمر بسلاسة. يعني شلون؟ يعني الكويت شعب متحضر منذ أن أسس، متحضر بدليل عن أنه كان ينمو يعني طوال 400 سنة من نموه، تطور باستمرار يعني. لحقوا أغرانهم في المنطقة من المشيخات الموجودة بزمن طويل. صحيح. وطرقوا البحر والبر وتاجروا، انتقلوا من بكل يعني أقاليم المنطقة كلها. بالضبط يعني. هم تجاوزوها كثير. وصلت سفنهم إلى أقصى الشرق، ووصلت إلى أفريقيا، وجالت في هذه المناطق منذ صحيح مئات السنين. لكن أيضا من الميزة التي تعرف بها الكويت منذ بدايتها إن شعب متسامح. الكويتين شعب متسامح وشعب حريص على أرضه وعلى بلده، لذلك لم تقع حرب أهلية بالكويت. الحمد لله. ماكو دولة، أنا مؤرخ أقرأ تماما التاريخ القديم والحديث والإسلامي والوسيط، ما في تجمع أيا كان قاعد 400 سنة بدون مشاكل. إلا حصل نزاع بين مكوناته. أبدا. يتفركش يعني، يكون يقول لسقوط، تكون هناك حرب أهلية دامية إلى آخره. الكويت ما في هذا الشيء. الحمد لله. بل بالعكس، جاءت كوارث طبيعية. قحط حال الجزيرة العربية، هي جزء من الجزيرة. الكويتيين كلهم تماسكوا أمام هذه الكوارث. نعم. يقولون أهلنا الأولين، يقول في الطاعون وغيره من الأمراض، من المجاعات والأمراض. معظم المناطق المحيطة هاجرت. الكويتيين ما هاجروا، قعدوا، ما تركوا الأرض أبدا. لجئ لهم من برا، جوهم أشخاص من برا وعاشوا معاهم مثل أخوانهم إلى اليوم هذا. وبالتالي الكويت ميزة كبيرة فيها، بدليل أن عندما أتينا إلى التدوين هي كل العملية كانت بالعرف تؤخذ طبيعة الناس. يعني التسامح والتكافل والأمور كلها جهد الناس يعني، وجدان الناس. لما أتينا إلى التدوين وعمل الدولة المؤسسية بعد الاستقلال، جاء دستور الكويت وكأنه عباءة وموديها حق واحد خياط فصلها عليه تماما يعني. جاءت مناسبة لمقاس الوضع الحالي والإرث التاريخي للكويتي، وجابت كل ما هو يمارسه الكويتيين طول التاريخ. ذكرت قبل قليل أن ما حصل حروب أهلية، لا طبعا، ما حصل نزاعات، لم يحصل مغادرة للأرض إطلاقا في ظل الظروف الطبيعية كأمراض وغيرها وكوارث. حصلت الكارثة المفصلية في تاريخ الكويت عام 90 عندما احتلت دولة الكويت، ومع ذلك كان التكاتف هو سمة هذه العام أو سمة هذه الأشهر وسمة تلك المرحلة. هل هناك أسباب أخرى غير موضوع التسامح دكتور اللي بين الكويتيين، غير التكاتف؟ أنا أعتقد المجتمع نشأ بوضع صحي، تأسس كل الناس سليم. الكويتي، المجتمع الكويتي منذ أن أسس يعني تفاهموا على حياتهم الطبيعية. كل أخذ مساره، وبالتالي عندما أتوا لعتو وجدوا مجتمعا متسامحا، كلهم احتضنوا بعض. وبالتالي عندما أرادوا أن يعينوا شخصا ليدير أمورهم وهم في مشاقلهم، اختاروا
صباح الأول بالشورى والتوافق. بالضبط، ما في إطلاقا يعني، بل ترجوه أنه يقبل. فهذه قضية ما تصير يعني، ما تصير. وهذه سمة خاصة، إيه، ما يعني من النوادر تجدها في التاريخ. التاريخ يقال في الكتب يصنعه دائما القوي أو المنتصر. كيف صنعنا احنا هذا التاريخ دكتور، سواء التاريخ البعيد شوية ل 200-300 سنة عند التأسيس أو 400 سنة، والتاريخ المعاصر الحديث بعد يعني خروج الكويت من اتفاقية الانتداب البريطاني وتأسيس الدولة المدنية الحديثة؟ صنعناه بالتسامح، صنعناه بالشفافية، صنعناه بالمواطنة الحقة، صنعناه بحرصنا على الكويت، صنعناه بخوفنا على بعض وعلى أرضنا، صنعناه كذي. شنو دور الحوار والمشاركة؟ ما كان في أمور مفصلية يختلف فيها البعض، إن الكل عارف حدوده وعارف وين يروح وعارف شنو يبي، ولا في قصة البقيضة والبقنان والأمور اللي تحصل دائما في المجتمعات، هذه موجودة بالكويت أبدا. وأنا على الأقل عايش جزء منها، أنا مواليد 50، صحيح، عشت بالكويت داخل الديرة فترة من حياتي. شنو الحريم يدخلون مع بعض ويشيلون بعض، واللي ناقصها شوية حاجة تأخذها من جارتها وهكذا يعني. ماشي المجتمع بدون منا، والكل لا لا عايش لا لا والكل لا يعرف بعض، عاشوا إخوان وبيوتهم بطلة مشرعة ودكاكينهم مشرعة ولا أكو شيء. هذه سمة تلك المرحلة. طبعا. هل تعتقد مع تطور المجتمع دكتور عبد المحسن إنه لا زالت هذه السمات موجودة وإن تغير شكلها؟ يعني مفهوم التسامح لا زال موجود؟ أنت في مجتمع الآن لا زال ينمو، ف61-62 هو مجلس تأسيسي وضع هذا الأمر. كانت البيئة أنذاك كويتية 100%. اليوم احنا دخلوا عندنا كثير من إخواننا الوافدين وغيره العاملين، يعني الله حيهم. بالعكس ساهموا الكويت، ساهموا في أهلا لا ساهموا وبنوا وشقوا، بس أثروا أيضا، أثروا في ثقافتهم في بعض الأحيان يعني. لكن المجتمع الكويتي أنا أعتقد الروح مالته، الروح لا زالت موجودة. هل تعتقد دكتور بأنه يعني الانتقال من مرحلة إلى مرحلة في تاريخ أي شعب، احنا نتكلم اليوم عن الشعب الكويتي وإحنا في ظل هذه في شهر فبراير تاريخ الاستقلال وتاريخ التحرير، المدى الزمني اللي عشناه من عام 60 إلى اليوم، هل هو قصير لقياس هذه التجربة في الدولة المدنية، ولا لا والله أخذنا مدانة ويجب أن نقيم التجربة من عام 60 إلى اليوم؟ التجربة نقصد فيها الحياة الاجتماعية بما فيها من برلمان، من ديمقراطية، من حريات، من حقوق الآخرين، من غيره. دكتور الوضع مختلف. يعني أنا اليوم أنا عندي من 61 الاستقلال إلى 90، هذه مرحلة، هذه 3 عقود دخل فيها المرحلة أعداد ضاحت، العدد اللي موجود بالكويت أيام الاستقلال ضاحتها. وأنت أنت وقفت المرحلة هذه عام 90 نظرا لمفصلية الغزو. بدليل أن الكويتيين ومن جاء معهم بعد ذلك أو انضم إليهم بعد ذلك أنهم لم يتنكروا للكويت. ماكو وافد سمعنا أنه عبث وعمل وغيره، اللي شال عياله وطلع راح لديرته، صحيح، واللي قاعد كثير منهم أبلوا بلاء حسنة في تسيير الحياة في هالدولة. خلك من الشواذ، لكل قاعدة شغل، صحيح، ولا يقاس عليها، لا يقاس عليها أبدا، لكن إجمالا. أما اللي يحمل الجنسية الكويتية، لا، النص اللي قاعد هني صدفة موجود، والنص اللي كانوا برا مسافرين لأنه بعز الصيف، صحيح، الكل كانوا يعزفون المواطنة والوطنية في العالم كله، وفوت تطلع وفوت تتكلم، صحيح، مقاومة، تكافل، أمور كثيرة طلعت، صحيح، وين تحصل هاي في العالم كله؟ هذه دهمها غزو قاشم رهيب، يعني دفع في 500,000 500,000 جندي قطهم بالكويت، صحيح، أعدادنا ذاك اليوم ما وصلت العدد هذا، صحيح. طيب
شلون هالشعب هذا يرد مره ثانيه ويحيى يعني؟ هذا في شيء، هذه مرحله. هذا السؤال وهذه المرحله، خلينا نوقف بعد هالاستطلاع ثم نعود لنتكلم عن المرحله الثانيه. بداية نهنئ الشعب الكويتي وعلى رأسه صاحب السمو والشعب الكويتي وحكومتنا على الأعياد الوطنية، ونتمنى إن شاء الله من للجميع الخير والأمن والسلامة لوطننا العزيز. إن شاء الله كل سنة نشوف الكويت بازدهار ونشوف الكويت بتطور، والله يخلي بابا صباح إن شاء الله ويطول في عمره ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. إحنا فرحانين بهذا اليوم، حيل فرحانين ما تصورين، وإن شاء الله يا رب يبارك لنا فيه. أسأل الله إن شاء الله يحفظ الكويت وإن شاء الله دومها إن شاء الله. والكويت طبعا بلد الإنسانية وبلد المحبة وبلد السلام. طبعا الكويت تعني لنا كل شيء وقلب كل مواطن كويتي. إحنا نعيش صراحة فرحة كبيرة في مجتمعنا، وطبعا نشاهدها على أبنائنا وطلبتنا خاصة اللي في الخارج، ويجعل شبابنا شباب جيل مستقبل يبني ويساعد في بناء هذا المجتمع الكويتي الجميل، ويحفظ الكويت إن شاء الله من كل مكروه. ضيفنا الكريم الدكتور عبد المحسن المدعج، تكلمت عن المرحلة الأولى من 61 ووصفتها ببعض السمات إلى عام 90. المرحلة الثانية المرحلة الثانية ما بعد الغزو حتى الآن، وأقولها بصراحة ما استفدنا كثير من الغزو، ما استفدنا. شنو السبب دكتور باعتقادك؟ ما أدري. شنو شكل الاستفادة اللي كنت تتوقع؟ أنا أتوقع المأمول والمرجو كان، أنا كنت أتوقع أن بعد الغزو نقف شوية ونقيم التجربة ونمشي في موضوع التنمية. التنمية والإصلاح هذا أمر واجب. احنا بلد خربت يعني، بلد جاها زلزال من شياطين خلق الله. ما يصير ما نقف نتأمل في هذا الأمر. ما يجوز ان بعد هذا الأمر احنا ما نحاول نخطط ونرسم ونتطلع حق أجيالنا ونبنيها بطريقة سليمة. اليوم احنا من الغزو لليوم لما نقيسه بالمرحلة الأولى كان التعليم قبل أحسن، وعدل كان التعليم أقوى بكثير المرحلة هذه. طيب دكتور حضرتك يعني أنت يعني أحد العناصر الفاعلة وحجر زاوية في عملية التعليم بحكم أنك أستاذ معلم في جامعة الكويت. صحيح. وهذا جزء من المشروعين أو الفكرتين اللي تراهم اللي هو التعليم والطبابة. اليوم أنت تتعامل مع شريحة من الشباب، سمو الأمير عسى الله يحفظه ويطول بعمره في أي لقاء مع أي مسؤول يتكلم عن الشباب، ادعموا الشباب، قدمونهم اللي يبونه، شاركوهم في الأفكار الجديدة، خلوهم جزء من مؤسسات المجتمع المدني. لذلك لقينا صندوق المشاريع الصغيرة وغيره وغيره. لكن من واقع ملامستك لعيالك وبناتك في الجامعة اللي هم في أعمار 18 وفوق، هل تشوف أنه بالإمكان فعلاً انه يعني نعيد النظر ونتامل في التجربه اللي صارت ونجي يعني وندخل الشباب في هذه الحركه المطلوبه وبالتالي نصل لما هو مامول ومطلوب؟ شوف طلبه الجامعه هذا النتاج لتعليم عام 12 سنه قبل الجامعه. نعم. هذا انا قلت لهم قبل شويه تعليم متواضع وضعيف، ما لهم ذنب في هذا، ما لهم ذنب. هناك مؤشرين واضحين جدا في التعليم الآن. خلي يجيني ولي أمر من الكويت كل اللي يدرسون عيالهم بالمدارس الحكومية، خلي يقولي إنه ما يجيب مدرسين خصوصيين حق عياله. خلي يقولي يمكن ما تلقى 10%. ها شنو دليل هذا؟ هذا الطالب يروح بالساعة 7:30 الصبح يطلع يرجع بيته هلا الساعة 2:00، ايش يسوي المدرسة؟ أنا أمسك أحفادي أمسكهم وخانقهم، أقول إيش قاعد يسوون في المدرسة؟ قال لي ماكو تعليم، هم يقولون لي ماكو تعليم. يا حالة 12 سنة 13 سنة ذي، وأنا ما أعمم، أنا أقول هذا مؤشر. بس الدولة تصرف على مليارات على التعليم، هي يعني أكبر ميزانيتين هما هالميزانيتين، التعليم والصحة. الصحة.
أنا ما أحمم، يعني قد يكون هناك بعض المدرسين قلوبهم تحترق على الطالب ولا زالوا يعني، لكن بس ما بيده شيء. لكن بشكل عام، بشكل عام أنا أعتقد التعليم متدني، وهذه مرحلة خطرة جدا. ولما يطلع تصريح من صاحب السمو اعتنوا بالشباب اعتنوا بالشباب، أنا أعتقد في وجدانه يريد شباب متعلمين، يريد شباب يستطيعون أن يقفوا على أرجلهم، يريد شباب لما تعطيه المسؤولية يكون بالفعل عارف شلون يديرها. هذا ما ممكن يحدث إلا بالتعليم، التعليم الجيد. الجامعة عندنا نعاني إحنا مثل ما قلت لك، وأنا بكلية الآداب، ودائما كليات الآداب في العالم كله فيهم شقاوة طلبتهم دائما، يعني فيهم شوية كسل، فيهم شقاوة، فيهم كذا إلى آخره. بس مو كذي، كنا ما كنا كذي. يعني أنا درست بجامعة الكويت من 67 إلى 70 و71، كنا نتعلم بجامعة حقيقية مع بداية الحربية، فيها عقول، فيها جدية، طلبة جادين، أساتذة جادين. تعلمنا. ولما رحنا إنجلترا نسوي الدراسات العليا كنا أقرب إلى أن نكون من البي اتش دي، يعني نعرف شنو نقرأ، نعرف شنو نقرأ، شنو أخذنا وشنو ما أخذنا. اليوم ما يعرفون. أنا عندي طلبة برابعة جامعة بالتاريخ، لو أقول لك اكتب لي 3-4 مصادر بالتاريخ ما يعرفهم اليوم. شو نعلم هذا؟ حكم أنه حسب رأيك من تعليم عام متواضع جدا. نتاج مزينة. دكتور، لو انتقل الى مرحله ايضا المشاركه، الحياه، طبيعه الحياه العامه في الدوله، ايضا المجتمع عاش ظروف معينه في السبعينيات والستينيات، والان في التسعينيات والالفينيات في مجال الحياه البرلمانيه الديمقراطيه، والبرلمان هو احد اوجه الديمقراطيه. والكويت يعني عام 61 أو في بداية الستينيات يعني انتزعت الحرية بسلام، بإنهاء الاتفاقية دون دم كما يحصل في بعض الدول من مجازر وغيره وحروب مع المحتل وغيره، ووجود انطلاقة للدستور وتأسيس للدستور ومجلس مؤسس ثم برلمان. هذا أعطى البرلمان الكويتي يعني عمق والصفة لم يشاركها أحد فيه في المنطقة. صحيح. لكن لو عكسنا الوضع السابق القديم مع ما هو حالي الآن، وين ترى الكويت للسنوات القادمة وإحنا في ظل هذه الأيام، يعني أيام التحرير؟ أنا بطبعي متفائل، يعني طبعي متفائل، طالما كان هناك حوار بين المسؤولين، نقول بين المجلس وبين الحكومة وبين المثقفين وبين وكان هناك حرص من المسؤولين، أنا أعتقد ممكن ننهض. لكن نظل على الحالة اللي احنا فيها هذه كارثة. ما أشوف أنا في بوادر عمل، بس أنا متفائل لأن هذه طبيعتي، هذه أرضي، هذه بلدي، هذا بيتي. لكن بالمؤشرات طبيعتك انت متفائل كشخص. انا وغيري كثيرين من الناس ممكن سمعتوهم الى اخره، ان مو هذه الكويت الستينات والسبعينات، مو هذه. هل المفروض ان نكون كويت الستينيات والسبعينات؟ نكون، لازم نكون افضل. افضل بكثير. خططنا الان لما نيا الدستور ونحط، كان اول مجلس 63، لو تقيس النواب اللي فيه انذاك كم واحد عنده شهاده دكتوراه ولا ماستر، يمكن ما تلقى احد. شهادات عليا ما في احد كذا، يعني لو عنده جامعه او ثانويه او متوسطه وكذا او ما عنده. ولكن كانوا منجزين، يجون صوتون انا يقولون لي عن شياب ذيك الساعه نواب، اذا ما فهم شنو يصير بالحوار يقولون لي من النواب السابقين اللي هم يعني الناس اللي هم رزينين متعلمين مثل شروك يقولون يشاوروننا. هذه القضية، هذا الموضوع، هذا القانون في مصلحة الكويت ولا ما فيه؟ إذا قالوا لهم فيه صوتوا وياه. بس في العمل السياسي هل تكفي النوايا الطيبة فقط؟ لا، أنا ما أتكلم عن العمل السياسي والنوايا، العمل السياسي اللي دمر النوايا السيئة. إذا ما كانت هناك معادلة عند النائب سليمة، إذا هذا نائب مختل. الحزب لازم هو يشوف المصلحة العامة وينها،
مصلحة البلد مصلحة المواطن، وعلى ضوءها يصوت. وليش ليش صوت؟ احنا عام 90 سمعنا عن بطولات بعد دكتور. نعم عام 90 تحرير 91 سمعنا عن بطولات، نبي نتابع يعني جزء من هالبطولات اللي تمت في تاريخ الكويت حتى نخلي بعد جانب مشرق لأبنائنا وبناتنا اللي الحين 28 سنة دكتور. لا نملك ثلاث عقود ما نملك دكتور إلا أن نكون متفائلين. لا نملك إلا أن نكون متفائلين. نتابع معك هذا التقرير ثم نعود. يعني شيء يحس بالخاطر لما نشوف اخواننا وربعنا من السني الشيعي الحضري البدوي كانوا متلحمين على القلب واحد، يعني ما كلمات ما توصف الصراحه، يعني شيء يعور القلب. واحد وده انه يحط بصمه للكويت، للعشق، للروح، للقلب اللي هي ما في مثلها بالكون كلها. كيف ان المقاومه استمرت ليومين او ثلاثه ايام حسب اللي شفته واللي سمعته، يعني انصدمت. منازل قضايا صغيرة حقيقة معناها أن المقاومة كانت شديدة جدا. اللي خلى الشهداء يوقفوا ويصمدوا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، ومخلين الكويت بين قلوبهم بين عيونهم، مع أن عددهم قليل أسلحتهم قليلة، وصمدوا هذه الفترة الطويلة أمام الدبابات أمام العدد الكبير أمام الأسلحة المتطورة والكبيرة. هذا الصمود كله بسبب حاجة داخلية في أنفسهم ألا وهي الكويت. دكتور يمكن شفنا معك مجموعة من الأخوان اللي كانوا زائرين البيت القرين في منطقة القرين، وكان أثر وشاهد على مرحلة وحقبة من تاريخ الكويت. في جيل عاش هذه المرحلة، ويمكن قبل التقرير كنا نقول أن من الغزو لليوم 28، يعني شباب ممكن يوصل عمره 30 سنة الحين من ذاك الوقت لليوم، ثلاث عقود من الزمن. الجيل اللي عاش فترة الغزو تعلم على موضوع تجاوز الأزمات، فبعضهم لا زالت موسومة وحاضرة في يعني ذهنه وذاكرته، لكن في جيل حالي لم يعرف عن الغزو إلا دراسته في المقررات الدراسية، والغزو تاريخ مفصلي في تاريخ الكويت. انتقلنا فيه من مرحلة إلى مرحلة مثل ما حضرتك تفضلت وأكدت عليه في ثنايا حديثك. شو المسؤولية علينا كمجتمع اليوم، على مؤسسات المجتمع المدني، على الإعلام، على الجهاز التنفيذي للدولة، الجهاز التشريعي للدولة، في أن هذه المرحلة تظل حية ومن خلالها يتم إعادة النظر أيضا؟ يعني هذا اللي شفناه الآن موضوع القرين هو يمثل اللحمة الوطنية. لا شك يعني أن من مكونات المجتمع الكويتي يوق عدو في البيت الصغير وحاربوا جيش كامل ويعرفون أنهم راح يموتون وأصروا على هذا، فهي إصرار على المواطنة والمقاومة بنفس الوقت، وبنفس الوقت يعني إصرار على أن تكون هذه البلد لنا ولكم ومستعدين نموت من خلال هذه الأمة. في الشارع الكويتي أيام الغزو كان هناك شبكة من الناس المجهولين، نقلوا الأموال وزعوها للناس عشان ما يموتون جوع لاستمرار الحياة طبعا. ودوا الأغذية للناس المحتاجين، ما تركوا أحد يقول أنا جوعان، ما تركوا بيدا. داخل وفي من قاوم بالشارع في من قاوم، يعني عمل عسكري مسلح. عمل عسكري وبالتالي يعني قلت لك البلد كلها هني كانت عبارة عن خلية تعمل من أجل التحرير، كل له طريقته. اللي الله كتب لهم أن يكونون برا ما قعدوا ولا ناموا، لا يجوبون الدنيا في المسعى الدبلوماسي وإيصال الرسالة وربط العلاقات مع واللجان الشعبية اللي سافرت وانتشرت في العالم، ما بقى قرية بالعالم ما راحوا لها. طب أنا إيش سمين هاي ظاهرة يعني مو مسبوقة أبدا في التاريخ. دكتور لما نقرأ كتاب في التاريخ قبل، يعني سواء بجهد ذاتي من باب تطوير الذات ولا أساتذتنا اللي قبل درسونا، أول سؤال عقب ما يعني نقرأ سواء درس ولا كتاب يقول لك شنو العبرة اللي فهمتها؟ هذا سؤال.
الآن يعني في ظل الاستقصاء اللي موجود، وهذا مو مثبت علميا ولكن استقصاء، نعتمد على التلقين. شنو حفظت؟ سمع لي. يتحول هذا الموضوع اللي هو استخلاص العبرة واللي فيها منفعة للبشر والناس إلى سؤال في الامتحان. شلون نقدر نوازن العملية هذه ونرجعها إلى طريقها الصح؟ وتقيس التعليم إذا قلنا عن الجامعي، التعليم الجامعي اليوم قلنا أنا مو إلا في التعليم، ترى بحياتنا، بحياتنا عموما، يعني الإنسان لما يقرأ كتاب يجب أن يكون قارئ صح. القراءة الصحيحة هو أن تلخص منه ما فيه من عبر، يعني هذا التاريخ، شو التاريخ يعني، ويجب أن يحلل التاريخ. أما تروي روايات وحزاوي وقصص، هذا مو تاريخ، هذه قصص اللي يسوونها أبو زيد الهلالي وربعه وإلى آخره، لا مو قصص. التاريخ هو عمر، هو عمل ناس عاشوا بهالدنيا قبلك 200 300 400 سنة. شنو العبر اللي تستخلصها دكتور كقارئ للتاريخ ومؤرخ؟ عبد المحسن المدعج، نعرفك مؤرخ من خلال أيضا مؤلفات لك موجودة يعني ومشهود لها سواء باللغة العربية أو الإنجليزية. للمئة سنة الأخيرة في تاريخ الكويت، لو لخصتها في مجموعة عبر ماذا تقول؟ أقيسها أنا لما أكون صاحب قرار اليوم، أكون صاحب قرار في الدولة، وزير ولا كذا ولا آخر، لازم لما تمر لي حالة معينة مشابهة لحالة أخرى كانت موجودة من سنوات وكيف تعاملنا معها، هني استفيد منها. إذا أخفقنا لا بكل أسباب، وإذا اتخذنا طريق معين ورأي معين قد يؤدي للنجاح. فالتاريخ تستلخ كثيرة كثيرة. مثال واحد من تاريخ الكويت. وايد وايد أشياء. يعني مثلا القزوات اللي جت الكويت، طيب اللي هاجمت الكويت، اللي ردهم واللي حمل الكويت هو تماسك الكويتي، معدل ما ركبوا لنجاتهم وراحوا بحر، ما ركبوا لنجاتهم وراحوا بحر، تمعي؟ صحيح. هذا المشهد شفناه بسنة 90، اللي موجود بالكويت آلي بيتهم قعدوا بالكويت، إلا اللي عنده عذر كيفه أو اللي مسافر كيفه، وضاعت وذابت الفئويات اللي كانت موجودة، انتهت تماما. سنة الطبعة معروفة 1830 أو شيء، سنة الطبعة الناس الميسورين بطلوا مخازنهم كلها وعطوا الناس ما يحتاجونه. بالغزو في تجار فتحوا مخازنهم ووزعوا اللي فيه على سبحان الله، وكان التاريخ طبعا يعيد نفسه. نعم، وفعلا عاد التاريخ. إيجابيات في التاريخ تحفظها وعبر تنفذها وتشوفها. نعم، وفي أمثلة كثيرة في الدنيا في هالجانب هذا، لكن أنا أقول التاريخ هو تاريخ الناس، تاريخ الناس وليس تاريخ الأحد، يعني تاريخ الناس كلهم مجتمعة، إحنا نبي هي اللي تصنعه. صحيح، نبي نشوف الناس إخواننا المواطنين والمواطنات إيش قالوا عن الفترة المهمة، فترة الصمود، وشنو العبرة اللي استخلصوها أيضا من الغزو والاحتلال والتحرير. زاد علينا الاحتفال بعيد التحرير، العيد اللي جانا، يعني الله سبحانه وتعالى عطانا العيد عيدين بمناسبة التحرير، اللي ذكرنا بالشهداء، ذكرنا باللي صار، والحمد لله رب العالمين، نشكر الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيام التحرير كنا موجودين هنا، الله لي يعني يرجع الأيام هذه، يعني عشنا وقت تكاتف تلاحم، كل الفريج كنا مع بعض، شايلين بعض، ننبه بعض، عايشين ويا بعض. عن نستذكر في هذه الأيام أيضا بطولات شهدائنا الأبرار، عسى الله يتغمد أرواحهم الجنة إن شاء الله يا رب، ويحفظ لنا كويتنا من كل شر إن شاء الله. تحررت الديرة، ردت الروح فينا، وعرفنا منو إخواننا ومنو اللي وقفوا ويانا. وكذلك نتمنى لشهدائنا اللي ضحوا بأنفسهم خلال فترة الغزو والتحرير بأنفسهم وأرواحهم ودمائهم لهذه الأرض. هذا نموذج من إخواننا المواطنين اللي يعني استلهموا العبرة واستخلصوها من ذكرى الغزو، بعضهم عايش المرحلة، ويمكن في 2-3 منهم من الشباب اللي ما ندري كم أعمارهم في ذاك الوقت، ولكن
الذكرى حاضرة في شهود عيان. شهود عيان. اليوم المرحلة الجديدة دكتور، لما قلت في بداية كلامك أن التاريخ هو ماضي حاضر مستقبل، نسمع يعني كثير ونقرأ في الدراسات المستقبلية الاستشرافية، كثير من الدول الآن ومراكز صنع القرار قبل أن تأخذ القرار ترجع إلى هذه المراكز وتشوف شنو رأيهم، شنو قراءاتهم، بحكم أنها استشرافية فهي قائمة على خبرات تراكمية، ما تقوم على معلومة محددة في المستقبل، ولكن نظرا لخبرة من استشرف، شنو تعتقد تأثير هذه النوعية من المراكز الاستراتيجية للدراسات اللي موجودة في جامعة الكويت أو المستقلة الجهود الفردية الذاتية على صنع القرار في الدولة؟ ميتة الكويت. شنو اللي ميتة؟ ميتة المراكز. وين مراكز؟ المراكز؟ شو تصدق؟ ما في المراكز اللي تكلم عنها أنت هي المراكز التي عملت بالقرب في القرون الماضية، ولما يو يمتدون في المنطقة ويتوسعون فيها أطلقوا ما يسمى بالمستشرقين، جابوا الدنيا كلها، المناطق التي أرادت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال نفسهم لما جاءوا أرادوا أن يتوسعوا بعد ما تضخموا في الثورة الصناعية مالتهم وأصبحت أوروبا يعني من القرن 15 والسادس عشر إلى آخره، أرسلوا ناس مستشرقين وأسسوا في بلدانهم مراكز استشراقية، أورينتال سكول أوف كامبريدج، أورينتال سكول أوف أكسفورد، لندن، درهم، مراكز كثيرة في بريطانيا، إدنبرا، سانت أندروس، في عشرات المراكز الميدل إيستن، الشرق الأوسطية، هذه أرسلوا لها ناس من عندهم قرأوا الشعوب وقرأوا الناس وقرأوا إمكانية الدولة هذه ومصادرها والشعوب شلون تعيش، أعطوهم معلومات كاملة. طيب. بنوا عليها الكل على بنها، بنوا عليها استراتيجيتهم المستقبلية في التوسع، لأن أوروبا تضخمت في فترة من الفترات، يعني لازم تطلع برا، يعني إحنا ما نبي نتوسع. لا إحنا ما نبي نتوسع، إحنا بنحمي نفسنا. اليوم. والحماية بالقرار السليم في التوقيت السليم. طيب. وفق معطيات سليمة. صحيح. والكويت والدولة ما قصرت، يعني في بداية مبكرة للدولة الحديثة أيضا أرسلت ناس من باب الدراسة، مو بهدف الاستشراق والاستشراف والاستغراب، إن كان هناك استشراق فهناك استغراب، ولكن نقصد أن تحصنوا بالعلم، التعليم ورجعوا. شنو المانع أنه فعلا كان يعني يدعم هذا القرار بآراء وفق يعني نظام منهجي في مراكز دراسات موجودة في الدولة؟ شو المانع؟ ياريتكم تسوون استفتاء وتشوفون خريجين خلينا نقول دراسات عليا في الكويت، اي من اللي راحوا برا واقتربوا وكلنا في تخصصه، وتقولوا لي لما جو هني الكويت عقب 5 سنوات ايش سووا؟ ايش ادرس؟ احباط بس، تدريس تدريس بس. يعني ما في. ليش دكتور؟ من سبب الاحباط؟ يعني انا ما ادري شنو ظروف الاحباط، لكن يعني انا اعتقد انه في اشكاليه حقيقيه. يعني وين؟ يعني انا اسالك سؤال، احنا شنو؟ احنا دوله نفطيه صح؟ صحيح. احنا عايشين على النفط. صحيح. زين؟ الى اليوم احنا عندنا 90% او اكثر مصادرنا نفطيه. مصادر الدخل من النفط. من ميزانياتنا نفطيه. طيب بدا النفط 46، مو 36، 46 بدا النفط. صار له كم عشرات السنين. ليش الى الان احنا بس معتمدين على النفط؟ ليش الى الان ايش؟ معتمدين على النفط. اي نعم. النفط سلعه. صح. النفط ممكن تكون سلعة ناضبة يعني، وممكن تنتهي، ممكن تطلع بدائل، وهذا قلناه من 20 سنة. النفط لا يعتد به أن يكون قوت يوم الكويت إلى ما شاء الله، ما يصير كذي. ما فكروا الجماعة من السنين هذه كلها على أن يطورون هالبلد هذه ويسوونها مركز مالي حقيقي ويسوونها صناعية ويسوى غير البي اي سي وغيره والى اخره، وين المصانع؟ نبي احنا ما نبي النفط هذا، ما نبيه.
نبي عيالنا يشتغلون ويشتغلون صج، يروح الساعة 7 ويجين الساعة 2 صج يعني. زين دكتور، خلينا نقول لك رد فعل الحين ممكن نسمعه عبر الشاشة. تفضل. راح يقولون الدكتور المدعج أنت كنت نائب سابق تشرع. أي طبعًا. وكنت وزير للنفط. وشرعت وسويت أشياء كثيرة. وبالتالي شنو المجهود اللي حاولت أن تغير في هذه المعادلة اللي تفضلت وشرحتها قبل شوي؟ شوف دكتور، أنا بالنسبة لي كنائب 51 51 وديت اللي علي، والمحاضر تشهد على الكلام اللي قاعد أقوله. كوني وزير نفط قعدت 2.5 سنين وزارة النفط المجلس الأول. صحيح. وعملت شيء، عملت شيء. لكن عندنا في الدولة هذه الوزراء دائما نادرا ما يقعد 4 سنين. وإذا قعد 4 سنين غالبا من يأتي بعده ينسف ما ينسف ما عمل من جهود هو وزملائه. شو السبب؟ ما في نظام مؤسسي بحيث انه هذه خطة عامة للدولة، سواء اللي يرأسها على رأس هذه الوزارة دكتور المدعج او اي اسم اخر، وبالتالي تستكمل. ما حد يحاسب احد، ما حد يحاسب احد. وبعدين احنا الان مثل ما قلت لك اليوم الاحباطات عند الناس، في احباط يعني محبطين يعني، وانا ماني مع هالاتجاه. لازم نقول رأينا. أنت قلت أكثر من مرة أنك متفائل. أنا متفائل، لازم أتفائل، ما عندي خيار يعني. ما أقدر أشوف أنا عائلتي مدهورة وأسكت. لازم أحاول أنشطها. ما يصير تكون كذي. وبالتالي لازم يكون فينا الشكل. لازم إحنا نقول رأينا بصراحة. لا نجامل. لا نجامل. لا حد يزعل منا. الصراحة ما تزعل أحيانا؟ أنا أعتقد اللي ما يقبل الصراحة ما لازم يكون مسؤول. خصوصا في عالم السياسة. طبعا أنا بالنسبة لي أنا شريك في البلد وأنت شريك، وكل واحد يحمل جنسية شريك، هاي بلدنا يعني. صحيح. ما يجوز تحجر علينا. إحنا الحمد لله ما نسب أحد ولا نطعن بشرف أحد ولا نشكك بمصداقية أحد، لكن نقول رأينا. وهذا التلفزيون موجود عشان الآراء يعني. صحيح. مو علشان شيء ثاني. لكن الإشكالية كبيرة عندنا. شقوت برأيك دكتور، المواطنة الحقيقية الصح اللي يشعر فيها متخذ القرار، المسؤول، المواطن العادي، مستقبل مقدم الخدمة، مستقبل الخدمة، شنو شكل المواطنة برأيك حسب نظرة تاريخية لتاريخ دولة الكويت؟ أنا أفسر لك إياها كواحد من عيال هالبلد. المواطنة هو أنك تقول أنت تعشق هالبلد وتخاف على هالبلد وتحرص على هالبلد وتضحي علشان هالبلد ولا ترتكب أي موضوع يخالف قوانين هذا البلد. هذه المواطنة. شو المواطنة يا؟ لما تروح أنت تشوف لك واحد تكرم قاطلة زقارة ولا كذا، هل لما تأخذ زقارة أنت وتقول له كلمتين وتطفيها وتحطها بزبالة، هذه مواطنة نظيفة؟ ما تبي الكويت نظيفة؟ تبيها نظيفة ولا ما تبيها؟ طبعا. هذا جزء أنا أتكلم عن أشياء قشور يعني بسيطة. فما بالك في قضايا المستقبلية كالتعليم والتطبيب والأمور الأخرى اللي ما إحنا قاعدين نستفيد منها. ليش؟ ليش؟ عندنا مستشفيات ما شاء الله يعني قلاع. شو بداخلها شنو أكو؟ عندك واسطة؟ عندك واسطة؟ تروح المستشفى يبطلوك الباب يأخذونك. واحد ينطرك ويوديك المختبر ويوديك الطبيب المسؤول والطبيب كذا، كأنك في أمريكا ولا في بريطانيا. ما عندك واسطة، روح اقعد عند الباب. باعتقادك دكتور، يعني التنوع اللي موجود الفكري في المجتمع الكويتي والتيارات الفكرية اللي مرت على الكويت من الستينيات والسبعينيات، نعرف بأنه لا يوجد ما يسمى بأحزاب في الحياة السياسية في دولة الكويت، لكن يوجد تجمعات وأفكار وجماعات تؤثر هنا وتؤثر هناك حفاظا على مصالحها، واللي يفترض يعني إذا هو مواطن حقه في مصلحة أعلى للدولة مع تحقيق مصالح الأفراد إذا ما كانوا يتعارضون. هذا التنوع الفكري بماذا تعتقد أفاد الدولة؟ في نوعين، في تنوع فكري، وأعتقد أنه هذا التنوع الفكري صحي. خلي الناس يسمعون هذا ويسمعون هذا، كله واحد. لكن الآن الخلاف مو فكري.
الخراف للأسف جزأوا الناس إلى انتخابات فرعية. أنا مشرع، أنا وإخوان مثل مشارع عصيمي وكذا، شرعنا قانون يجرم الانتخابات الفرعية، سحبت حتى على الجمعية التعاونية، حتى الجمعية التعاونية يسوون فيها انتخابات فرعية. شو الجمعية؟ هل جمعية التعاونية هي عبارة عن ملتقى الناس في هالمنطقة الصغيرة؟ يحطون هذا ألف، هذا باء، هذا جيم، هذا سين، شنو؟ وين راح يلتقوا؟ كل واحد حاطه كم بيزة يساهم في الجمعية يلقى فيها مواد الغذائية اللازمة إلى آخره، شو البساطة يعني وين؟ كفكرة نبيلة جدا يجون يخربونها بالسوالف هذه وتهيمن عليها مجموعة وتحرم الناس زين من كل شيء. هذا ما يجوز، رغم أنها تجربة فريدة، فكرة الجمعية فريدة مو موجودة في العالم كله، ما شفت أنا شيء من العالم، ما شفت من العالم العربي على الأقل، ماكو شيء شيء تاجر يحط له سوبر ماركت كبير مثل الجمعيات ويبيع ويشتري عليهم، لكن مو ناس اللي حاطينه، اللي عنده 10 دينار حطه، واللي عنده 100 دينار حطه، واللي عنده 1000 حطه وسوى جمعية. صحيح، هم يروحون يفرقونها. احنا دكتور نتوقف معك لفاصل ثم نعود بالعربي وقفتنا الأخيرة مع الدكتور عبد المحسن المداج. حياكم الله من جديد، وضيفنا الكريم الدكتور عبد المحسن المدعج الوزير الأسبق والنائب السابق. دكتور، بالعربي الهوية ثابتة أم متغيرة؟ عندي أنا ثابتة. التاريخ هو الماضي فقط والحاضر والمستقبل. صراع الأجيال ماذا تقول فيه؟ الأجيال عليها أن تتصارع يعني، لكن تتصارع إلى الأفضل في مصلحة العامة، في تطوير بلدهم، في حياتهم. أما تصارع على اعتبارات أثنية أو طائفية هذه كارثة كبيرة يعني. هو صراع وبالتالي ليس صدام. لا، الصراع هو يؤدي للصدام بالتالي يعني. تواصل الأجيال مهم جدا. مهم جدا. التغني بالأمجاد يبني الأوطان مو بالضرورة. تغنى بالأوطان ويتم تبني مستقبل العين البلدان نفسها. التاريخ يكتبه المنتصر أو المنتصرون، والتاريخ أيضا لا، والتاريخ دائما أو الأحرى يعني يكتبه الصادقين لتأريخ الناس. الوطن في كلمة ماذا تقول فيه؟ هو كل شيء بالنسبة لي. الروح الوطنية يعتمد على الإنسان وكيف ينظر لبلده يعني، لكن الروح لما تكون لك روحك وطنية فهي قمة السعادة. المصلحة الوطنية بالأساس، بالأساس. المرحلة المفصلية في تاريخ الدولة، مرحلة واحدة لو ذكرتها خلال 400 عام. المرحلة الأولى. مرحلة واحدة، هي مراحل كثيرة مفصلية، لكن لو ذكرنا مرحلة واحدة. أنا أعتقد دستور 62 مرحلة مهمة جدا، صدر وحمى البلد من أمور كثيرة. بالعربي 58 عام من تاريخ الاستقلال للدولة، ماذا يشكل لك؟ مر في موجات، في أمواج، لكن الحمد لله الله ستر. بالعربي جيل الاستقلال وجيل التحرير، ليس هناك في فارق كبير يعني. جيل الاستقلال أنا قلت عنه، إلى التحرير، إلى التحرير، إلى الغزو والتحرير، هذه مرحلة. جيل التحرير تقصد اليوم اللي اليوم نعيشه، لا في فوارق كثيرة. الدولة الوطنية مفهوم طبعاً، طبعاً. ماذا تقول في الدولة الوطنية؟ الدولة الوطنية معناتها دولة تحرص على تكريس المواطنة، وبالتالي يرتبط الإنسان فيها ارتباط جذري، وهي تكون حريصة على هذا الإنسان. الخطة الخمسية أو الخطة المستقبلية؟ الخطة الخمسية أو المستقبلية هي أساس بالتنمية، هي مصدرة التنمية. لكن هل إحنا عملنا خطط ومشيناها كما هي؟ هذا يسأل سؤال. الكويت 2035، في
خضم هذه الأمور اللي أراها أتمنى أني أراها كما هي كما هي مرسوم لها، هذا منية. لكن أتمنى أنه أيضا أصحاب القرار يتأنون شوية ويفكرون صح ويشدون حيلهم عندما يضعون خطة عليهم أن يسيروا فيها للنهاية. بالعربي القومية في الكويت، العربية قصدك؟ قومية الكويتية حسب تفسير المواطنة الكويتية أو المفاهيم القومية. إحنا جزء من الأمة العربية، إحنا جزء من الأمة العربية، وبالتالي أنا أعتقد أن الكويت أكاد أجزم أنها أكثر دولة في محيطنا العربي صدقت مع هذا المبدأ. بالعربي دكتور المدعج، الكويت محسودة، عبارة نسمعها كثيرا. كلام يعني ما لازم يقال. الكويت أنا أعتقد مش قصة محسودة، الكويت يتمنى كثيرون ممن يعانون الأمرين في بلدانهم من أن يكون لديهم متنفس على الأقل حريات كما لنا هنا. يعني عاصفة الصحراء عظيمة قشت الغبار هذا كله. عاصفة الإصلاح هذا نتمناها تكون موجودة. نتمناها الأسرى والمفقودين والشهداء تاريخ حي في تاريخ الكويت. هو حيظل حي طول عمره. الشهيد حيظل حي معنا. الأسير حيظل معنا. وكل من عانى من هذا المجتمع سوف يكونون بالنسبة لنا نبراس نقتدي به. التاريخ كعلم ممتع، لكن طريقة تدريسه غير ممتعة. هذا يعتمد على من يدرس هذا التاريخ. إذا بتدرسه روايات وحزاوي ما يصير تاريخ، إذا بتدرسه فكر وعلم إنساني هذا موضوع ثاني. نذهب ويبقى التاريخ، كلنا ذاهبون لكن التاريخ نحيا أبواه. التاريخ ليس الحوادث بنفسها بذاتها بعينها، وإنما تفسيرها هو التاريخ حسب رأي البعض. بالأشياء من يثبت التاريخ أنه صاحب رأي ومصداقية وعمل عمل طيب لبلدانه حيذكر التاريخ بطبيعة الحال يعني. لكن التاريخ كما ذكرت هو يصنع من الناس المختصين أو الذين يروون التاريخ، وبالتالي عليك أن تفسرنه وتقيسه مع الروايات الأخرى. بالعربي أخيرا دكتور، التاريخ لا يعيد نفسه لكنه يتشابه. لا يعيد نفسه، وفي بعض الأحيان في كثير من الأحيان مش قصدي بالكويتيني بأي مكان آخر قد يأتي من يحاول أن يقلد المرحلة السابقة ويعيد الأمور وكأنه لم يفعل شيئا. كلمة أخيرة تقولها لشباب وبنات الكويت اللي ولدوا عام 90 والآن أعمارهم 28 في العقد الثالث من العمر، ماذا تقول؟ أتمنى إن شاء الله أتمنى أن كل شباب الكويت وشابات الكويت أن يضعوا نصب عينهم مصلحة هذه البلد، وأن يعني يحاولوا أن يدفعوا بعجلية التنمية والإصلاح واجتناب كل ما هو مضر لهذا البلد. أتمنى هذا يعني، وأتمنى لهم التوفيق. آمين. مع وجود التفاؤل والابتسامة اللي هي السمة لك دائما في يعني طبيعتك وذاتك. كل شكر لك دكتور، نتمنى لك كل التوفيق. أسعدتنا بوجودك في هذه الحلقة الاستثنائية للحديث عن تاريخ الكويت، ونافذة مرينا فيها على التاريخ من خلال معلوماتك ووجودك معنا. أهلا وسهلا، شكرا غالب على استضافتكم، وأنا سعيد في هذه المناسبة. ونهدي حقيقة كل تحياتنا ومباركاتنا لحضرة صاحب السمو والدنا الجميع وكل من هو مسؤول في هذا البلد وأنجز ويعطي من هذا البلد في الآن أو مستقبلا إن شاء الله. إذن 58 عام ذكرى الاستقلال، 28 عام ذكرى التحرير، بين هذين التاريخين والعودة إلى 400 عام إلى الوراء تاريخ طويل وصفحات ناصعة مشرقة مليئة بالعطاء من القيادة الحكيمة لدولة الكويت وشعبها العظيم. كل الشكر لكم، ودائما الكويت إن شاء الله من أمن إلى أمان أكثر واستقرار ونعمة تدوم. إلى اللقاء.